اهلا بيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنكمل الليكتشر بتاعتنا. هناخد بدايه نبص كده بص على الليكتشر اللي فاتت سريعا. احنا وصلنا فيها السلايد 14، كنا بنتكلم عن هاو الانترنت كان يوزد ان ديفرنت ماركتنج فانكشنز. ازاي الانترنت يا جماعه بنستخدمها كوسيله تؤدي وظائف التسويق، ديفرنت ماركتنج فانكشنز. طيب خلونا نبدا نقول اهدافها. احنا هنراجع الليكتشر اللي فاتت كده بسرعه. اول حاجه محتاج ان انا استخدمها از جروينج سيلز، ان هي ترفع مستوى المبيعات. اد فاليوز، ان هو يدي الكاستمر بتاعي اكسترا بنفيتس، يعني هدايا مش هدايا، ميزات. ثاني حاجه اقول له معلومات جديده، سو جيت كلوزر للكاستمر، بيخليني ابقى اقرب جدا من الكاستمر بتاعي. سيف كوست، بيخفض التكلفه. وهنشوف ازاي اكستند ذا براند اونلاين، بيخليني اعمل براندنج اونلاين. يعني ايه المقصود باكستند براند اونلاين؟ المقصود بيها ان البراند بتاعي مثلا مش معروف قوي، لا اعمله اكستندنج، يعني اوصله للناس اكتر. بيشتري البرودكت بتاعي ده مثلا 1000، ده عايزه 2000 3، اسمها اكستندنج براند اونلاين، ازود الماركت شير. اهو جرو البنفيتس بتاعتنا، جرو سيل ثرو وايدر ديستريبيوشن بروموشن اند سيلز. احنا بنعمل حاجه اسمها رول اب كده للليكشر اللي فاتت. اد فاليو ازاي؟ جيف كاستمرز اكسترا بنفيتس اونلاين. جيت كلوزر تو ذا كاستمرز باي تراكينج ذيم، اسكينج ذيم كويشنز، كرييتنج دايالوج، ليرنينج اباوت ذيم. طب هاو تو سيف كوست اوف سيرفيسز، هقلل تكلفه السيرفيس. هوريك امثله لطيفه جدا دلوقتي على الكلام ده. بروموشنز، تكلفه البروموشن، سيلز ترانزاكشن اند ادمنستريشن، برنت اند بوست، and so increase profit of transactions. Save cost, reinforce brand values in a totally new media. ازاي الاي ماركتنج اوبجيكتيف؟ عندي خمس حاجات بيسموهم 5 S's: sell, serve, speak, save and season. اوكي، دول خمس حاجات كنا فيهم الليكتشر اللي فاتت تفصيلا. ايه اكتر حاجه بتتاثر جدا بالانترنت ميديا؟ عندي 3 اندستري شهيرين جدا: education, entertainment, advisory services. education اللي هو مجال التعليم، entertainment زي الميديا وما شابه، and final advisory services اللي هي زي consultation. خدنا امثله المره اللي فاتت لطيفه جدا عن الكلام. مثلا شركه زي ديل واي بي ام باعت ملايين بملايين الدولارات بي سيز كل يوم. مثلا شركه ثانيه زي جي ام جنرال موتورز، وكمان معاها شركه ثانيه زي فورد، عملوا حاجه اسمها جروب بريتشيزنج، اتحدوا مع بعض عشان يشتروا بشكل جماعي فيخفض التكلفه اجمالا. ماشي، عندي حاجه اسمها ميكس مود مهمه جدا. هنا بيقول لحضرتك ان انت عندك في ناس بتتفرج اونلاين، براوز اونلاين، بيكولكت انفورميشن عن البرايسز والسبيشال اوفرز قبل ما يزور الستورز بشكل عملي والشو رومز عشان يشتري از بريك اند مورتر، طريقه شراء عاديه. عشان كده لازم عندك ميكس مود. ميكس مود ان اخلي الكاستمر يقدر يتفرج اونلاين، انما لما يجي يشتري اوف لاين لازم عندي اسمح له بالتو تايبس. اوريدي بي ام دبليو عندها، بيقول لك انا اكتر التست درايفز بجنريت من على الانترنت، يعني ناس كتير قوي بتيجي تجرب العربيات من على الانترنت. هو من مصلحته الناس تيجي تجرب البي ام دبليو عشان يبيعها بعد كده. لو بتقولوا مثلا ان كل 50 كاستمر بيجربوا 2 3 منهم بيجنريت بيرتشيزنج، 2 3 منهم بيشتروا، اند سو اون. يوزنج انترنت اد كاستمر سيرفيس، ازاي نستخدم انترنت اد كاستمر سيرفيس؟ قلنا ان انا هسمع بصفحات تشاتنج على الصفحه بتاعتي، تشاتنج فويس، اخلي الكاستمر بتاعي اونلاين على طول، يبقى انا بخفض تكلفه وكمان بخلي الكاستمر بتاعي اونلاين بحل له مشاكل. بيقول لحضرتك هنا من 100 سنه الماركترز بعاد جدا عن الكاستمرز. طب ليه بعاد؟ عشان عندي ديستريبيوتر وعندي ريتيلر وعندي، فانا مش شايف الكاستمر بتاعي. انما الاي ماركتنج بقى وصلتني للكاستمرز بسرعه، فبقيت شايف الكاستمرز قدامي، بقى قريب جدا مني، بقيت اقدر ابيع له بشكل مباشر. حتى لو انا مش هبيع له بشكل مباشر، هبيع له عن طريق الديستريبيوتر والريتيلر، الا ان انا شايف الرياكشن بتاعه. مثال شهير جدا، عارفين حضراتكم مثلا غبور مثلا بيبيع عربيات، بيبيع عن طريق شركات توزيع، وشركات التوزيع بتدي للمعارض، والمعارض بتبيع للاند يوزر. انما الصيانه وكل حاجه بتبقى مع غبور الفرع للشركه الرئيسيه اللي هي قامت بالكلام.
طبعا هي غير كمان الكاستمر سيرفيس تول تشات روم. تشات رومز طبعا انت عارفها باي شركه في الدنيا بتسمح للكاستمرز بتوعها ان هم يخشوا على الشات رومز ويكتب اي مشاكل واي حاجه. شات رومز ده كان شات روم من ضمن الكاستمر سيرفيس تولز ان هو بيسمح لي ان يعمل كوشنير. كوشنير هو استقصاء يعني شويه اسئله وحضرتك بتجاوب عليها. كوست ريدكشن اللي هي تخفيض التكلفه انه بيسمح ان الصفحه ان الانترنت تخفض التكلفه سيفنج طبعا. شركه مثلا فيديكس بتخفض من 2 ل 5 دولار لما بتعمل سبورت للكاستمرز على الانترنت. تخيل من 2 ل 5 دولار يعني رقم ضخم جدا يعني مثلا 30 جنيه ولا حاجه. هوريك حاجه تطبيق لشركه فيديكس هوريك تطبيقين. التطبيق الاولاني لطيف قوي ما شفتوش انت قبل كده ما شرحتهولكش الليكشر اللي فاتت انما هو كاستمر ساتسفاكشن رائع جدا. اول حاجه بص معايا هنا على التو فيديوز دول الاولاني والثاني نبدا بالاول ده. هنا بيديك القدره انك انت تتابع المنتج بتاعك البرودكت بتاعك هو فين على الانترنت. بينزل لك برنامج البرنامج ده بتجيبه من على جوجل ستور وانت مثلا شحنت برودكت مثلا من حته لحته بيديك رقم بوليست الشحن. برقم بوليست الشحن دي تقدر تعرف البرودكت بتاعك فين دلوقتي حالا. هو دلوقتي في المينا هو في المركب هو راح الفرع ده الفرع ده اقدر احوله لو انا عايز احوله. يعني ايه احوله؟ احوله مثلا معناها ان انا كنت هستلم في القاهره انما انا رايح اسكندريه كويس كده؟ فاقدر اقول له بدل ما تدوه القاهره ادوه لاسكندريه لو في اي تكلفه بيحملها لي. كمان انت عارف البرودكت بتاعك فين؟ معلش بص على الفيديو ده حلو قوي يعني. So I'm going to show you an example of how we do that today. You may be familiar with FedEx tracking, but what I'm going to show you is an under the hoods kind of view of what happens in our operations control centers. So some of the examples of the special things that we carry may be temperature controlled shipments, where we need to maintain a range of temperature for the duration of the shipment. For perishable goods and other items like that, we ship cryogenic containers, special government clearance securities for our drivers where they need to be shipped something sensitive for the government, as well as museum artwork and one-of-a-kind items. So since our business is very time critical, we need to have a view into our fleet real time as it relates to our demand. So the circles on this map show concentrations of vehicles according to demand that's real time. So you can see in the Atlanta market, we have 15 less vehicles, or we have 15 more vehicles than we need at the moment. Chattanooga is 15 less. So what a control center agent may do is decide to reposition vehicles accordingly. I'm going to pan over to the Dallas area and look into the specific vehicles, which are the purple triangles here, and the pickup locations. So this is a live view of what's going on. I'm going to look into this specific shipment here. Now, this shipment's already dispatched, so what our drivers may be seeing in the vehicle is a view similar to this. So if they have a navigation application similar to our coaches can have here, then they can get the stop ETAs to their next maneuver as well as the route approach to the stop. And this is very important from our business because we can get a synchronized view of what's happening in the vehicle back in the control center. So let's go into the control center view. This is what an agent would be seeing on their desktop tracking the shipment. So here's the shipment. It's going from Dallas to Atlanta. I'm going to play this back faster than normal speed so we can do it here in a quick demo. And we have these boundary proximity shapes, which are service areas for network analysts. And the vehicle's right here, and it's going into this pickup location. So as this vehicle crosses the service area, or this what we refer to as a geofence, we start to get alerts. And customers can subscribe for certain events. So they may want to know that we're 15 minutes away from their location. We can automatically SMS message their phone or make it up. انت فاهم معايا؟ بيقول لو انت مثلا جت قربت قوي منك يبعت لك SMS message على الموبايل هتعرف ان البرودكت بتاع سعادتك جه. And as we get closer into the proximity here, you can see we have multiple geofences. So when we get into this one man geofence, this green area, we're going to automatically arrive the vehicles at the location. So our drivers don't need to tell us that they've arrived at the location. We automatically associate that to the event. Now, this specific shipment is a high-value pharmaceutical load, which has perishable goods on it, where we need to maintain the temperature throughout the course of the shipment. And this shipment needs to maintain 2 to 8 degrees Celsius. So on the vehicle, we have a large number of sensors deployed, and these are 4 sensors on the back of the trailer that's telling us the current temperature reads. And we have
return air temperature as well. And you can see the data streaming in as it happens. And something bad just happened. You see this little red dot here? It's telling us that our temperature control unit on the vehicle has turned off for some reason. So that may be an indication to the driver or to the control center agent that something bad is happening on this shipment. So we're also noticing that our system's telling us that we're getting increasing temperature reads from the vehicle. دي وضحت الفكره دي. بصوا كده معايا هنا بقى على السوليوشن الجميل ده برضه كاستمر ساتسفاكشن باستخدام ده فيديكس برضه. هنا البرودكتس وهي طالعه. بس خدت بالك هنا اول ما بيستلم اوتوماتيك بيمضي هنا باللايت بين ده وبعدين في نفس اللحظه بيبعت للشركه ان البرودكت ده تم تسلمه استلمه فلان الساعه كذا في اللوكيشن فلان وفي جي بي اس على على اليونت دي كمان. comes to deliver a package to you. It's the one that the driver uses to scan all their packages throughout the day. These delivery scanners are how FedEx stays ahead of the curve and IT delivers the latest technology to make sure that all of the new technology is in place for those new facilities. Do you have another MC55 you can join? No. دي الأجهزة دي طبعا شغالة جي بي اس وشغالة زي ما قلت لحضرتك على اس ام اس. I especially love around Christmas. I feel like one of Santa's little helpers because I help make those packages and those gifts get to people. So even if I'm not the one giving the gift, I'm the one helping it get there. I'm Heather. شكرا. طبعا في تكنولوجيز كتيره جدا بنستخدمها الشركات دي كلها. انا بس جبت حضرتك هنا بعض الابلكيشن. ان شاء الله ان شاء الله تبقى ظريفه ولطيفه وايه ونستفيد منها. سيسكو برضو عملت نفس الكلام ده, طبقت بعض الابلكيشنز عشان تعمل كوست ريدكشن. واشهر مثال على سيسكو اللي قدام حضرتك ده الموبايل التليفون اللي قدامك ده, ده برودكت رائع جدا. ده اي بي فون وقلت لك بالفيديو المره اللي فاتت ان حضرتك ممكن تتصل فيا انترنت, يعني اي مكالمه دوليه النهارده تكلفتها لو احنا عندنا سيسكو برودكت زي كده. طبعا فيليبس عامله شويه حاجات برضه ابلكيشن زي ده, انا ممكن اتكلم ببلاش. كل الحاجات دي طبعا ايه اذر كومبانيز فاين سيفنج باي سوسايتنج كوست سيفنج ايدياز, طبعا بياخد افكار من الناس اللي عنده يخفض لهم التكلفه. كل الكلام ده كلام رائع جدا جدا وقلنا Yes. تمام. خلونا نقول بقى major steps in building e-marketing plan. يعني ايه يا جماعه e-marketing plan؟ يعني e-marketing plan معناها يلا نعمل خطه تسويقيه. احنا خلي بال حضراتكم كل اللي احنا بنعمله ده تمهيد يا جماعه عشان هندخل في شغل عملي مهم جدا جدا بعد شويه. يمكن المحاضرة اللي جاية أو اللي بعدها إن شاء الله هتستمتعوا جدا جدا بالليكشر دي, هتبقى مفيدة جدا جدا لحضراتكم في البيزنس دومين بتاعكم. وأنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده أنا أتمنى إن إحنا بعد المحاضرة دي يبقى أنت انترستد جدا في قضية الإي ماركتنج, يعني أنت عايز تبقى إي ماركتر يعني. أوكي طيب, أول حاجة عشان نقدر نعمل إي ماركتنج بلان خطة تسويقية على الإنترنت لازم أعمل استراتيجيك أناليسيس. يعني ايه define strategic objective formulating strategies and implementing strategies. الخطوات دي كلها لازم نعدي عليها وهنشوف ان ديتيل كل واحد معناه. strategic analysis consists in continuous scanning
of the macro and micro environment. بحلل الماكرو والمايكرو انفايرمنت بشكل دائم، هعرف مين الكومبيتيتورز الجداد اللي دخلوا السوق، مين الكومبيتيتورز اللي خرجوا، ايه هي البرودكتس اللي ابتدوا ينتجوها، ايه هي الادد فاليوز اللي ابتدوا يضيفوها اند سو اون. ذا اسيت شود فيت اون ذا كونسيومر نيدز، لازم يبقى انت انت بتدور على احتياج الكاستمر بتاعك الكونسيومر نفسه. ذات تشينج فيري رابيدلي ان ذا اونلاين ماركت از ويل از on surveying the competitor actions and evaluating the opportunities offered by new technologies. ونشوف الأوفرز اللي هي في new technology شكلها ايه عشان نقدر نوفر competition قوي جدا معاها. يبقى ده strategic analysis. نعمل بقى objective strategic. The organization must have clear vision and establish if the media channel will complement the traditional one or وين ريبليسمنت. الشركه لازم عندها رؤيه واضحه، يا ترى هي هتستخدم الميديا شانل، انهي ميديا شانل اللي هتستخدمها، وهل هي تراديشنال ولا هتبقى ايه. وما تديفاين سبيسيفيك اوبجكتيف، لازم عندك اوبجكتيف واضح. زي مثلا انا الاوبجكتيف بتاعي ازود الماركت شير من 20% ل 40%، ده اوبجكتيف خلاص، ما اقدرش اتنازل عنه، ما اقدرش اغيره، تمام كده. ده اوبجكتيف. مثلا اوبجكتيف ان انا ازود الماركت شير في مثلا في الدلتا من 20% ل 35%، ده اوبجكتيف. فورميليتنج استراتيجي، تعالى بقى نسيب الاستراتيجيه عشان نحقق الاوبجكتيف اللي ساعتك قلته ده. وي دو ذات باي ادريسنج ذا فولوينج اسينشال ايشوز. بنعمل فورميليتنج الاستراتيجي، بقول الاستراتيجيه بتاعتي عن طريق اول حاجه ديفلوب استراتيجيز توورد ذا تارجت ماركت. ان انا بعمل استراتيجيه وخاطب بيها السوق اللي انا عايز اتكلم معاه تارجت ماركت. بوزيشنينج اند ديفرينشيتنج استراتيجيز، بقول الاستراتيجيه اللي عندي وابدا اميز بينها وبين غيرها. يعني ايه الاستراتيجيه؟ يعني مثلا اقول انا هعمل مثلا استراتيجيه تميزني عن السوق. يعني ايه؟ ممكن جدا مثلا اعلان يخلي الناس تزيد استخدامها مثلا للبطاطس المحمره. انما انا كشركه شيبسي ما ميزتش نفسي. واخد بقى حضرتك قصدي؟ يعني اتعمل اعلان بشكل خاطئ فالناس اقبلت على البطاطس المحمره مش على شيبسي از سبيسيفيك برودكت. واضح كده؟ كلام حلو جدا. طيب. Establish priorities of online activities. نبدا نقول ايه هي البريورتي بتاعت الاونلاين اكتيفيتي، عايز تبدا بيها قبل ايه؟ يعني ايه اونلاين اكتيفيتيز؟ اول حاجه مثلا هنعمل اويرنس للناس، الناس تبدا تعرف ان في برودكت اسمه عربيه دايو مثلا او شيفورليه او عربيه صيني، في هننزل برودكت صيني مثلا، تمام كده؟ ده وبعدين هبدا اقول مميزاتها، وبعدين هبدا اقول اسعارها، وبعدين هبدا اقول طريقه الشراء. ايه هي البريورتيز يعني؟ اونلاين البريورتيز. Focus attention and effort on CRM and financial control. ركز جدا في نقطتين. في البداية الـ CRM اللي هي Customer Relationship Management، تعمل علاقة مع الكاستمرز وبقوة، و Financial Control يعني إدارة مالية قوية. يعني إيه إدارة مالية؟ تقولي الفلوس هتجيبها إزاي وإمتى؟ يعني أنا محتاج مثلا Budgeting Finance بتاريخ معينة توفر لي كام. طيب Formulate Strategies for Product Development، تحط استراتيجيه لتطوير البرودكت نفسه، عايزين ازاي وهنحط سيرفيس عليه ازاي اند سو اون. ديفلوب بزنس موديل ويز ويل استابليش استراتيجي فور نيو برودكت اور سيرفيسز از ويل از برايسنج بوليسز، سياسات التسعير. نيسيسيتي فور سام اورجانيزيشن ريستراكشرنج، ايه الضروريات لو احنا محتاج نعمل ريستراكشر من الاورجانيزيشن؟ تشينجز ان ذا ستراكشر اور كوميونيكيشن شانل، تغيير الاتصالات او قنوات الاتصال اللي في المنظمه. يعني ببساطه شديده جدا يا جماعه عايزين نقول ان انت عشان تفورميليت الاستراتيجي لازم تعمل الحوالي 9 او 10 نقاط دول. ايه بلاننج؟ ليه بلان؟ انا عندي 5 خطوات مهمين جدا 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 لازم ابقى عارفهم وماشي فيهم. امبلمنتنج الاستراتيجي اللي هي البلان بتاعي، بصوا كده. انكلود كيرفول اكزكيوشن، تنفيذ كيرفول of all necessary steps to achieve established objective. بنفذ كل الخطوات الضرورية عشان احقق الاهداف الاستابلشت اصلا. الكود الفير ممكن تبقى relaunching of a website، ان انا اعمل website، promo campaign ان انا اعمل حملة اعلانية for new or re-written
سايت مونيتورنج اوف سايت افشنسي اند مينيموم وحاجات كتير جدا. ده من ايه الاستراتيجيات اللي هنفذها. طيب خلونا نقول ايه ازاي نعمل ايه بلان. الخطوات، اول خطوه ايه هي انت عايز تعمل ايه؟ وات ذا فيجن؟ انت عايز تعمل ايه؟ وبوضوح، انا عايز ازود مثلا مبيعاتي، ازود الماركت شير بتاعي من 15% ل 20% في خط الصعيد. ده فيجن واضحه جدا. طب حلو قوي، وير ار وي ناو؟ احنا فين دلوقتي؟ احنا 15%. اوكي؟ طيب وير دو وي ونت تو جو؟ عايزين نروح لفين؟ ل 35%. طب هنعمل كده ازاي؟ هاو دو وي جيت ذير؟ احنا وي ويل جيت ذير ازاي؟ هنزود البرودكشن، هنزود نمبر اوف سيلز بيرسونز، هنزود البادجت بتاع التسويق سواء على الاي ماركتنج او على الميديا المختلفه. هاو دو وي دو وي قرب نعرف ازاي ان احنا وصلنا للتارجت ان انا بقيس الداتا باستمرار. حلو قوي. طيب بعد ما توصل للتارجت ده ازاي تحافظ على الماركت شير اللي انت وصلت له؟ عشان كده عندك الفيدباك الراجع ده. هاو دو وي مينتين ماونتين؟ ازاي نقدر نحافظ على اللي احنا فيه دلوقتي؟ نرجع تاني نقول مثلا نقول لك حياتك الشخصيه مش في ماركتنج ميثودولوجي بس يا جماعه. انا عايز اجيب امتياز، ده الفيجن. وات الفيجن؟ اجيب امتياز. طب انا فين دلوقتي؟ انا مثلا جاي وير ار وي ناو؟ جاي عايز اوصل لفين؟ وير دو وي جوينت تو جو؟ يس. طب هنوصل ازاي؟ هاو دو وي جيت ذير؟ هنذاكر شويه اكتر، هنتفرج على مثلا الماتيريال بشكل اكتر، هنتفرج على يوتيوب شانلز تشرح الكلام ده بشكل احسن. اعرف ازاي ان انا وصلت للفيجن بتاعتي؟ ان انا باخد مثلا بباصل كويزز بشكل عالي، بحل الاسئله اند سو اون. طب الفيدباك بيقول ده هاو دو وي مينتين ماونتن؟ ازاي نقدر نحافظ على اللي احنا فيه ده؟ ازاي نقدر نحافظ على الكلام ده؟ ببساطه شديده ان احنا نحافظ على الطريقه اللي احنا اللي وصلتنا للليفل ده. هاو دو وي جيت ذير؟ هنحافظ على الليفل ده. اوكي؟ اول حاجه سيتويشن اناليسيس، دي مهمه. يعني ايه سيتويشن اناليسيس؟ انا فين دلوقتي؟ Setting objectives to define the potential is the core of this phase of strategy development. احط الاوبجيكتيف بتاعي بشكل واضح. طيب لما واحد set a market objective، قول لي من فضلك انت الاوبجيكتيف بتاعتي. Companies need to set specific numerical objective، اهداف رقميه. يعني ايه اهداف رقميه؟ انا عايز اوصل مثلا زي ما بقول لحضرتك كده ابيع مثلا ب 2 مليون دولار، او ازود الماركت شير لكذا، او اوصل مثلا ل 1000 كاستمر. اي حاجه اي حاجه تنجبل ملموسه. Companies need to set specific numerical objective for their online channel and then resources to deliver this objective. These objectives should be informed by the influenced objectives and also following activities. Evaluate a marketing performance. Assess online marketplace. يعني ايه الاثنين دول؟ Evaluate a marketing performance معناها احلل الاداء بتاع الحمله التسويقيه اللي انا عملتها. يعني ايه حمله تسويقيه؟ جايه بالتفصيل وهنتفرج عليها وازاي بنعملها وازاي جوجل بيشتغل وكل الكلام ده جاي. معلش انا الجزء النظري اللي بقوله في الاول ده معلش استاذنك اصبر عليا شويه لحد ما نبدا الشغل بتاعنا. اسس اونلاين ماركت بليس، قيم الماركت بليس بتاعنا دلوقتي اونلاين لان هو شغله كله اونلاين. طيب ايفالويت ذا ماركت بيرفورمانس، ابلاي جروب اناليتكس تول تو ميجر ذا كونتريبيوشن اوف ليدز. خش على الصفحه بتاعه حضرتك وحللها. بص حللها دي ازاي؟ خليك كده معايا لحظه واحده استاذن حضرتك، تعالى هنا معايا. عندي موقع اسمه اليكسا. اليكسا ده موقع رائع جدا جدا، بيحلل الترافيك بتاع المواقع المختلفه. ودي اول حاجه عملي عايز اعلمها لحضرتك. لما تيجي تعمل ماركتنج كامبين، حمله اعلانيه، لازم تعرف الترافيك بتاع المواقع. يا ترى اشتغل فيه ولا لا؟ اعمل اعلان عليه ولا لا؟ مثلا اقول له براوز توب سايت، شوف لي اعلى التوب سايتس الموجوده، اعلى حاجه جوجل، وبعدين يوتيوب، وبعدين الفيسبوك، وبعدين بايدو. لا طبعا ده على مستوى العالم. اقول له يا سيدي لا باي كونتري، انا بتكلم معاك في دوله. قول لي مصر اعلى حاجه فيها ايه عشان انا هعمل اعلان في مصر. اقول له ايجيبت، ايجيبت اهي. بصوا كده معايا، اعلى حاجه في مصر ايه؟ جوجل، وبعدها يوتيوب، وبعدها اليوم السابع ده رقم ثلاثه، طبعا ده حاجه عاليه جدا. جوجل تاني، واقول لك ده ليه.
البرنامج اسمه ايه؟ اخبار البوابه، البوابه نيوز، فيديو بتاع اليوم السابع، فيسبوك تاني، البلد او صدى البلد، بلد نيوز، ويلا كوره، الوفد، دكتور، انفراريد، موجز، انكليك، الفجر، ياهو، فيتو جيت، المصري اليوم، طيب مصر مش عارف ايه، مصر العربي، يلا كورة، عربي 21، اخبار، كل الكلام ده بقى ايه؟ ده يا جماعة ده معناه ايه بقى؟ ده هنا معناه الصفحات دي، ده يقول لي لما تحب تعمل اعلان تعمل في الصفحات دي. بص مثلا ايه، مثلا اوليكس رقمه ترتيبه كام؟ رقم 41. يعني ايه ترتيبه؟ يعني ترتيبه على مستوى العالم، ترتيبه على مستوى مصر، يعني الناس بتخش عليه كده. اليوم السابع الثاني، انت عارف يعني ايه الثاني؟ الثاني ده معناه ان هو يعني اكتر واحد بيتدخل له، مثلا اقول له هنا ايه، بالملايين مثلا، تسعة ديلي تايم اون سايت بيتقعد عليه مثلا حوالي 9 و39% من وقته، عدد الصفحات 5 وما اعرفش كام، عدد ما اعرفش ايه 8.9، عدد الناس اللي بيقولوا مره 2 مليون، ده ديلي الكلام ده كله. طب بص كده عليه بقى، اللي هو اليوم السابع ده، بص كده معايا عليه، بص كده ترتيبه رقم 226 على مستوى العالم، وهو طلع 27. بص كده، بص كان 180، وبعدين قعد ينزل، بعدين طلع تاني، نزل خالص هنا جامده جدا جدا، وبعدين طلع تاني، وهو هنا دلوقتي ده موقع، والتالت على مستوى الدولي. يبقى انت عشان كده تلاقي الاعلان فيه عامل ازاي؟ غالي جدا. اوكي خلاص كده واضح؟ ده اليوم السابع. مثلا عايز ده على حاجه تانيه، مثلا موقع تاني وليكن ايه، مثلا سوني مثلا او الايفون، هنا جلوبال الرانك بتاعه. لحظه بصوا كده، هو بيقول لي دي حاجه معلومه لطيفه جدا عايز اقولها لكم برضه. الناس اللي داخل ايفون 70%، والناس اللي كتبت ايفون دوت كوم 25%، والناس اللي كتبت ايفون دوت اي جي 1.78، والناس اللي كانت ايفون 7 كذا، والايفونز كانت كذا، لان هو حاجز كل السايتس دي اساسا. خلاص كده واضح؟ طبعا في شويه معلومات ضخمه جدا جدا في الحاجات اللي زي كده. ده موقع اليكسا، وده بيجيب ستاتستكس عن ايه؟ عن كل الايه الداتا اللي حضرتك تحب تسمع عنها، يعني ايفون دوت كوم مثلا، دوت اي جي مثلا، اهو مفيش موقع بالاسم ده. طب تعالى كده نكتب مثلا الموقع بتاعكم eelu.edu.eg، موقع الجامعه، ترتيبها او مش يعني بصوا دي معلومه، دي مهمه قوي. رقم 2407 على مستوى مصر. خلي بالك ده، عارف ده ايه؟ ده عدد الترافيكس اللي جايبها. يعني لما نيجي نرتب نمبر اوف ترافيكس على مستوى الدوله يبقى ده رقم كذا. ليه؟ عشان عدد الطلبه قليل. واخدين بال حضراتكم؟ مش عشان حاجه، مش ترتيب الجامعه على مستوى مصر، ترتيب الترافيك بتاعكم. تعالى كده مثلا بص كده، كايرو يونيفرستي مثلا، انا مش فاكر يونيفرستي ايه، هل هي كده ولا كايرو؟ مش فاكر، انا مش فاكر. هل اظن هي دي، رقم 286. ليه؟ شوف انت كنت 2000 وشويه، عشان عدد الطلب عنده كتير جدا. بص كده مثلا جامعه ثانيه اقليميه مثلا زي جامعه الفيوم مثلا، الفيوم بتقلي وبتيجي رقم 2000 وشويه. ليه 2000؟ عدد الطلبة قليل، وان كان بص بتزيد زي ما انت شايف كده، وانت عندك برضه كنت بتزيد كده. طيب هنا احنا رحنا فين يا جماعه؟ الماتريكس نفسها، الماتريكس اللي هو اس بي دي ماركتنج بيرفورمنس. الماتريكس بتاعنا الترافيك بتاعي بيزيد ولا بينقص على الصفحه دي؟ اسيس اونلاين ماركت بليس سيتويشن اناليسيس ريفيوينج ذا مايكرو انفايرمنت، بحلل المايكرو انفايرمنت بتاعي، بعرف انا قد ايه عدد بتاعي. سيتويشن ليجال ريكويرمنت اند تكنولوجي انوفيشن، ببقى عارف ايه الريكويرمنت اللي انا محتاجها ليجالي،
customers, competitors, intermediaries, suppliers, and internal capabilities and resources. بحلل الحاجات دي يا جماعه، مهم قوي ابقى عارف انا ايه احتياجي. طيب طبعا عشان نعمل الايفالويت ماركت بليس بيرفورمانس، انا قلت لك من شويه لازم اعمل ويب اناليتكس تول. ويب اناليتكس تول بعملها ازاي؟ زي ما قلت لك كده، برنامج اليكسا بيعمل الكلام ده كله. اوكي طب تمام. سيتويشن ريفيوينج ذا مايكرو انفايرمنت، تحلل بقى التكلفه المايكرو environment بتاعت الداخلية، customers, competitors, intermediaries, suppliers, internal capabilities and so on. بحللها واعرف ايه اللي موجود عندي internal assets. طيب resource analysis, financial resources, technology infrastructure، بعرف ايه الريسورس الفاينانشال اللي انا محتاجها، محتاج فلوس قد ايه وامتى. technology infrastructure resources, human resources, structure و strength and weakness، بحلل نقاط القوة ونقاط الضعف عندي. اوكي طيب زي ما بقول لك انت هتصبر معايا شويه في الجزء الثيوريتيكال، انما لما نبدا براكتيكال انت هتنبسط جدا. هنا بنتكلم بقى في المايكرو والماكرو انفايرمنت، برضو نظري سنه، برضو استاذنك تصبر معايا ما تقلقش وما تتضايقش. ده الكونتنت بتاعنا. تكنولوجي ديفلوبمنت اند كاستمر امباكت. الكترونيك كوميونيكيشن ار ديستربتيف تكنولوجي، which means the technology that prompted businesses to appraise their strategic approaches, already caused major changes in industry structure, marketplace structure and business model. طبعا الانفايرمنت تغيرت تماما، الاندستري ستراكشر اتغيرت طبعا، الماركت بليس ستراكشر اتغيرت، والبيزنس موديل ستراكشر بتاعنا اتغير. الاورجنايزيشن بتتعامل مع الديستريبيوتورز ومع الكاستمرز. طيب كونسيدر بي تو بي اورجنايزيشن، افترض ان معايا مثلا بيزنس تو بيزنس اورجنايزيشن. Traditionally it has sold its product through a network of distributors. طبيعي كان بيبيع البرودكت بتاعه على شبكة من الديستريبيوتورز والريتيلرز. With the amount of e-commerce، بوجود الإيكوميرس، it now has the opportunity to bypass distributors. يقدر النهاردة ان هو مبقاش عنده distributors اصلا، ويتعامل مع الكاستمرز على طول زي سوق دوت كوم. سوق دوت كوم من المورد على طول للكلاينت الكاستمر. وممكن انا كشركه نفسي انا اوصل للكلاينت بتاعي على طول بشكل مباشر، واشحن له بشكل مباشر، واتجنب ارباح الناس اللي في النص الانترميديز اللي في النص كلهم باي باس ليهم. It now has the opportunity to bypass distributors and trade directly with customers via the web. It also has the opportunity to reach customers through a new B2B marketplace او B2C marketplace. One of the great challenges for internet marketers is to be able to successfully assess which new technology innovations can be applied. لازم عارف ايه التكنولوجي اللي انا هطبقه، سوفت وير هارد وير. مثلا الاثنين دول محتاجين لارج انفستمنت، بيرسوناليزيشن عشان اطلع منها لارج انفستمنت، انوفيشنز ابلكيشنز اند تولز. طيب هاو داز ذا مانجر ديسايد ويذر تو بروسيد اند ويتش سوليوشنز تو ادابت. ان اديشن تو تكنولوجيز ديبلويد ان ذا ويب سايت، the certainty of new approaches for attracting visitors to the site must be evaluated. لازم اقيم الطريقه اللي انا باتراكت بيها كاستمرز ليا. مثلا يا ترى الناس بتيجي من جوجل اكتر ولا من فيسبوك اكتر ولا من ياهو ولا من بينج منين؟ For example, should registration and the paid for search engine or new forms of banner advertised or email marketing be used. يا ترى خلي الناس تعمل لوجن زي جوجل كده مثلا بيضطر، او انا بعمل لوجن عشان اقدر ابقى اونلاين مع الكاستمر ده، ولا مش لازم؟ انواع الناس، انواع الماركترز يا جماعه، انت حاجه من الثلاثه دول، يا اما كوشيس وده الشخصيه حريصه جدا، ده ويت تو سي ابروتش. ويت تو سي او ويت اند سي ده عباره عن ماركتر يستنى لما يشوف غيره نزل السوق ولا لا، وبعدين نجح ولا ما نجحش، وبعدين مش بس نجح ولا ما نجحش، لا ده كمان حقق بنفيت ولا لا. واخدين بالكم؟ ويت اند سي. النوع الثاني انترميديت ابروتش، بيسموه فاست فولور. اول ما الاقي واحد نزل ونجح يروح بسرعه عامل زيه وابتدى يجيب بروفيتس. انما الاولاني جاب ارباح قليله
هيقولوا حضراتكم ايه الموست بروفيت في الاول خدوا غيره. الانترميديت ابروتش ده شخصيه يسمى لما غيره اول ما ينزل ويحس انه ها يبدا ينجح ينزل على طول. Sometimes refer to a fast followers. Let other take the majority of the risk. غيره ياخد المخاطر. But if they are providing or proving successful, then rapidly adopt the techniques, for example, copy them. بسرعة عامل زي لما بيعملوا. النوع الثالث risk taking وده أنجح الناس. Early adopter approaches. بصوا شكله عامل ازاي؟ بياخد مخاطر بس جاب فلوس كتير. وطبعا عنده risk كتير. Mobile and or wireless access devices. هنا بنتكلم على بعض الماركتنج تكنيكس. هناخدها هنا بسرعه انما لما نبدا نتكلم بقى في الاي ماركتنج تكنولوجيز ونبدا نطبق فعلا هناخد الحاجات دي جدا. ممكن جدا تبقى الفيكسد زي كده واير زي الموبايل تلفزيون او ممكن تبقى ريديو. في حاجه اسمها بي دي اي ما عادتش موجوده النهارده اللي هي بيرسونال ديجيتال اسيستنس. ده كان حاجه زي الهاند هيلد كمبيوتر كده انما الموبايلز بقى حلت محله يعني ما عادش موجود الايه البي دي اي ده بقى الموبايل بيعمل اكتر من شغلات البي دي اي بكتير. شفتوا المثال اللي انا وريته لكم بتاع ال 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 الفيليكس من شويه ده اسمه بي دي اي تمام كده؟ ده بوكيت بي سي ممكن يكون بوكيت بي سي او ريم بلاك بيري او موبايل فون. دي كلها اجهزه ممكن يشتغل بيها اي ماركتنج. موبايل او الوايرلس ديفايس ليها مواصفات. اول حاجه اوبيكويتي كان بي اكسس فروم اني وير يعني الموبايل ممكن اكسس الموبايل ده من قاعد. Reachability. في higher users can be reached when not the normal location. اقدر اوصل بيه لاي مكان. يعني بيقول لحضرتك ان مواصفات الاي ماركتنج ان انا اقدر اوصل لاشخاص في اي حته. Final بقى في الليكويتي it is not necessary to have access to the power supply or fixed line connection. مش محتاج دايما انا وانا معايا موبايل ان انا اكون واصل دايما بالكهرباء. ايوه انا عندي باتري. Mobile or wireless devices, in addition to these obvious benefits, there are additional benefits that are less obvious. عند حاجات مشهورة ومعروفة. Wireless, is a virtual LAN. Wireless guest, اللي هو VLAN. التكنولوجي زي يا جماعة للأسف ما عادش موجودة قوي. إنما بيقول عليك إن أنت ممكن تأكسس دي تبعت لهم بالشكل ده ودي جاية برضه في البراكتيكال بارت. Miscellaneous tools. Miscellaneous tools معناها أدوات أخرى. Many businesses, a billion people and trillion devices are interconnected, وصلين ببعض. You have heard it before. Pervasive computing combined the deep computing beginning a new interconnected world. النهارده العالم بقى واصل ببعضه somehow. ملايين الأجهزة يا جماعة واصلة ببعضها. وده برضو كل الكلام ده جاي إن شاء الله سونيا. الكلام ده قالوا أظن كان بيل جيتس إن أنا بحلم بعالم تريلين انتركونكتد انتليجنت ديفايسز ملايين او مليارات الاجهزه واصله كلها بعضها. والكلام ده طبعا اتحقق بالاي او تي وهنتكلم فيه ليتر. المثال ده بس عايزك تقراه. مثلا هي الكاستمر سيرفيسز. هنا السيرفر كمبيوتر الفاكتوري المصنع. السيرفر كمبيوتر واصل مع المصنع واصل مع المينتنس واصل مع الديستريبيوشن سنتر ومع الكاستمر سيرفيس. كل ده السيرفر بيهندل كل الكلام ده. انتجريتد كامبين. كلمة كامبين في الماركتنج معناها حملة. انتجريتد معناها متكاملة. انتجريتد كامبين معناها حملة تسويق متكاملة. بص كده بيبعت اس ام اس للراجل ده في الاريا اللي هو موجود فيها بيسموها بروكسيميتي ماركتنج. هناخدها تفصيلا هنتفرج عليها. بروكسيميتي ماركتنج دي انا عايزك تبص عليها معايا دلوقتي برضو في شكل عاجل كده. بص كده حضرتك معايا في البروكسيميتي ماركتنج ده بنتكلم فيه في ايه. It first starts with retargeting ads, and I'm going to go through all these individually in just a minute.
in contextual methods. So you have to say something that really makes sense to that customer at that time, at the right time. بصوا كده هنا ده بروكسيميتي، ده راجل معاه ايفون، دي استاذه معاها اندرويد، اندرويد ايفون. مجرد ما حضرتك بص كده دخلت في الاريا، هنا الاريا دي في هنا واي فاي. واي فاي مش معناها شبكه بتاعه انترنت، معناها شبكه داخليه ممكن تشغلها واي فاي او بلوتوث. اول ما تخش يقول لك من فضلك افتح الواي فاي بتاعتك، اهي تديك بص الانتنه بيقول لك من فضلك افتحها، فبتفتح الواي فاي بتاع حضرتك. وبعد تفتح الواي فاي دي او لك افتح كمان البلوتوث دي اريا امنه، يبدا يعطيك شويه اعلانات لطيفه جدا، خصومات، بروشورز، بروموشنز، حاجات رائعه جدا، دي اسمها بروكسيميتي ماركتنج. انت كمحل مثلا موجود في المول ده بتشترك مع الادفايزر، مع الماركتر ده او مع الاي ماركتر ده، وتنزل له اعلاناتك وكده. ممكن جدا اذا عجبني عجبني الاعلان ممكن في الجي بي اس امشي فيه لحد ما اوصل لحضرتك. At the right place, at the right moment, to have that biggest effect. So these are the four big types of communication strategies that now. That proximity marketing. من واحد ل 1500 قدم تقريبا ممكن نعمل الكلام. Okay. Integrated campaign. الحملة الإعلانية المتكاملة. ممكن تبقى في التلفزيون، في الراديو، ماجازين advertising، direct mail، packaging. Packaging. بيسؤول عملية التعبئة يا جماعة من التسويق، وإذا كلام ده صحيح حتى تلاقي تكلفة التعبئة متحملة على تكلفة إيه؟ التسويق مش تكلفة التصنيع، مع إن التعبئة من أحد مراحل التصنيع. إنما بيقولوا إيه؟ بيقولوا تكلفة التعبئة لازم تبقى تسويق عشان ما تبيش توفر في شكل العبوة ولا توفر في الشكل الكونتينت وتقول لي أنا ممكن أوصلها لك أرخص. لا، دي مش مجال كده، دي تكلفة التسويق. ده كانت حملة كوكولا بتقول لنا سيكيورد انتجريشن سيلف كولا، ماشي كلام جميل. سيكيورتي معناها ان انا اضمن تماما الداتا بتاعتي امنه والصفحات بتاعتي امنه. صفحات امنه زي كده، بصوا كده معايا، لو رحنا مثلا على هنا سوق دوت كوم عادي جدا صفحه عاديه، وبعدين اقول له مثلا لوجن، اقول له مثلا هنفذ العمليه دي. بص كده عادي، بص خليك كده معايا، صفحه عاديه خالص، شفت العنوان ده عادي خالص، تمام. اقول له اشتري ده، تشيك اوت بقى هدفع. بص شكلها عامل ازاي، اخضر. ايه الاخضر ده؟ دي اريا بيسموها سكيور تشيك. يعني ايه سكيور تشيك؟ يعني عمل تاكد ان الصفحه دي امنه، تمام. وعايز اهو بص كده، وهنا قال لك ايه كل الداتا اللي انت عايزها، دي الحاجه اللي احنا عاملينها عندك، داخلين عندك مثلا على اللوكيشن والكاميرا مقفوله، كل اللي انت عايز تقوله. المهم اللون الاخضر ده شايف معناه ان الصفحه دي امنه. بقول لك هنا ايه في الصفحه دي، your information for example password or credit card number is private when sent to the site. اوكي، security is already a major issue and is multi platform or dependent. يعني ايه multi platform؟ المالتي بلاتفورم دي حاجه مهمه قوي قوي، لان انا ممكن اخش من موبايل مثلا اندرويد، وده اخش من ايفون، واولا اخش من ويندوز، وده اخش من لينوكس، وجوه كل واحده من دول موديلات. يعني ممكن اخش من ايفون مثلا 3 4 5 6 7، او اخش مثلا اندرويد مثلا فيرجن 2 3 4 5، او اخش مثلا من ويندوز مثلا 10 او 8 او اكس بي او 7، او اخش من لينوكس مثلا زي ريد هات او. فده معناه ان لازم يكون مالتي بلاتفورم سكيورتي ديفلوبد، ان معمول سكيورتي على كل الفيرجنز دي كلها عشان نضمن احسن اداء. انتجريشن، انتجريشن معناها تكامل. الداتا موجوده في حته كتير قوي، ممكن تبقى على سيربيس، سيربيس نوع من انواع قواعد البيانات، او سيكول سيرفر، او اوراكل، او ماي سيكول، او دي بي 2، كل دي داتابيزز مختلفه. فانتجريشن كامبين معناها حملات متكامله. Integration. Secondly, integrating the database from different tools. If the website has forms for capturing customer data, or if you have callback technology, or even just telemarketing. Telemarketing معناه أنا أكلم حضرتك في الموبايل، أو أكلمك من على التليفون، أعمل معك telemarketing، أسوق باستخدام التليفون. Collecting customer data. The data has to be managed so that the data is delivered back into the business, for example, into the rest of the database.